أعمل إمام متطوع، وأنا لست من أهل العلوم الشرعية، ولكن بسبب الانعدام الكلي تم اختياري وأشعر بالإثم والتقصير، فبماذا تنصحونني؟ هل أترك هذا العمل؟ ننصحك بالاستمرار، وهذا عمل طيب وجيد وتثاب عليه إن شاء الله، عليك بالاستمرار. ولو أنك ما تجيد القراءة إجادة تامة، اقرأ حسب استطاعتك والحمد لله، ما دام أنك أنت أحسن الموجودين فأنت أولى بالإمامة. نعم.